جامعة بنها بتنظم أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في ملف المدن الذكية، وده الهدف منه دعم تحول الاقتصاد الرقمي قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وكمان تحفيز الشباب من المبرمجين إن هم يقدموا أفكارهم ومشاريعهم البرامجية اللي أكيد بتساهم في تحسين مستوى المدن. جامعة بنها أطلقت هذا الهاكاثون إيماناً من جامعة بنها بدور التحول الرقمي واقتصاد المعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. الحدث بدأناه وأطلقناه من نهاية شهر يناير الماضي إلى يوم 8 مارس الحالي. تم تقديم 478 مشروع من 50 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة. النهاردة بيتم عملية التحكيم عن طريق أساتذة أكاديميين وخبراء من الصناعة، وذلك بهدف ربط الجامعة بالصناعة. كل الخدمات سواء كان من إقامة، سواء كان من إنترنت، سواء كان من خلافه، مهيئة للطلبة للانتهاء من مشروعاتهم. عاوز أقول كمان أن معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار بيؤكد ان هو سوف يتبنى الافكار والمشروعات الفائزه ويطبقها على ارض الواقع في الجامعات الاهليه الحديثه. الوزاره دايما بتحاول تشتغل في اطار من التكامل مع الانشطه اللي بتعملها الجامعات، والطلبه هم المحرك الرئيسي والهدف للجامعه انها يبقى طالب منافس على المستوى الاقليمي والمستوى العالمي. فده بيأهلهم لأن هم يبقوا متعرضين للتكنولوجيات الحديثة بأحدث التقنيات ويبقوا مدربين عليها، ويبقى جاهز أنه يلتحق بسوق العمل بأسرع فرصة ممكنة. هو الحقيقة أن احنا بنحاول يحصل تواصل وتكامل ما بين المؤسسات اللي تتبع وزارة التعليم العالي عشان يبقى في رعاية للفرق اللي حتى الذي لم يصادفه الحظ في أنه يكسب في المسابقة بتاعت النهاردة. ففي أفكار جميلة جدا مش هنقدر نسيبها بدون رعاية، وحتى الطلبة الفائزين. يعني احنا قاعدين برضو ان المشاريع التي تقبل التنفيذ هناخدها نطبقها في المشاريع المختلفة اللي بتقوم بيها وزارة التعليم العالي في الجامعات الجديدة او في معاهد، يعني في مجالات للتطبيق الفعلي للطلبة دي ان شاء الله. احنا مشاركين يعني بسمارت سيرفيلينس سيستم او المراقبة الذكية. هو مشروع معتمد على الذكاء الاصطناعي او الديب ليرنينج اللي هو بالعربي التعلم العميق. يعني بنتكلم في ان احنا بنقدر نوفر كاميرا بهاردوير كومبوننتس معينه بتكلفه مش غاليه، بتقدر ان هي تعمل ديتكشن للحرايق والاسلحه سواء المسدس او الرايفل. احنا استفدنا جدا بخبرتها وبخبره التنظيم اللي كان موجود وبالخبره بتاعت الدوكيومنتيشنز بتاعت امازون اللي اتوفرت لنا، بحيث ان احنا نتعامل مع تكنولوجيز زي السيرفر الباك اند امازون لامدا او امازون اس ان اس، او الانتجريشن اللي اتعمل او التكامل المعمول في السيستم كله بالفريم وركس او التولز الادوات اللي بنستخدمها تبع امازون. احنا كان التراك بتاعنا كان سمارت يونيفرسيتي سكول. احنا قدرنا ان احنا نستخدم الموارد بتاعت الكليه زي الكاميرات اللي يعني شبه مهدره في ان هي مجرد مراقبه بس، فاحنا قدرنا ان احنا نستخدمها في انها تقدر تتعرف على اللي داخل في الكليه واللي خارج، بحيث ده جزء من السكيورتي. فهو احنا عندنا داتابيز جاهزه بصور الطلاب والموظفين والدكاتره، فاللي داخل فبيبقى عارف ان كان ده عندي في الكليه ولا لا. احنا البروجكت بتاعنا بشكل مبسط جدا هو سمارت كامبس. كنا عايزين نحول الجامعات في مصر بدايه بجامعه الجلاله ان احنا نخلي الجامعه كلها سمارت، وكاكزامبل خفيف ان احنا كنا عاملين سمارت اتندنس، ان احنا من الفصل تيجي داخل بكاميرا على طول فيس ريكوجنيشن تروح لقطه كاتبه في الاتندنس شيت ان الطالب ده حضر. فدي اكزامبل بسيطه لحاجه كنا عايزين نحول بقى الجامعه كلها سمارت، فدي كانت فكرتنا. احنا قدمنا فكره علشان نعالج مشكله المرور في مصر. احنا بنحاول نستخدم العربيات اللي اوريدي موجوده او العربيات الاوتونوموس او السيمي اوتونوموس الجديده علشان نعمل حاجه اسمها بلاتونينج، او اللي هو بمعنى بلاتونينج ان احنا نخلي العربيات تمشي في فياصل زي الجيش، يبقى العربيات كلها ماشيه بنفس السرعه بحيث ان ما يحصلش فيه تزاحم في المرور وكده في التقاطعات وفي الطرق السريعه.